مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. امبارح كان حصل عطل فني في الفيسبوك، ناس كتير ابتدت تشوف التايم لاين بتاعها مش شغال، بتحاول انها تعمل بوست، تحط صورة، تحط تعليق عند حد مش بيشتغل معاها. في الأول الناس افتكرت زي ما دايما لما بيحصل عطل تقني في فيسبوك أو واتساب أو غيره، بنتخيل ان المشكلة دي عندنا وبعدين نبتدي نسأل اللي حوالينا فنعرف انه المشكله لا مش عندنا احنا لوحدنا، واضح انه في عطل تقني في الابلكيشن اللي انا بستخدمه. الحقيقه انه كمان اكيد تابعته النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس كلها بتتكلم عن مساله انه طلبات الصداقه اللي اتبعتت لناس من غير ما انا ابعتها، لمجرد انه انا فتحت الاكونت بتاعهم او عملت بحث عنهم، وده يعني حاجة يعني خدت جدل كده كبير بين الناس. وطبعا المصريين ابتدوا بقى الكوميكس على الموضوع، والناس بتتكلم على انه انا ما جاليش ولا طلب صداقة، ايه ده، ما حدش بيدور عليا، وغيره وغيره وغيره. والناس ابتدت عايزة تفهم ايه اللي بيحصل، وكنا دايما نشوف لينك كده يقولك ادخل عليه تعرف مين زار البروفايل بتاعك. وده يهم ناس كتير انه اعرف مين اللي بيحاول يراقبني او مين اللي بيحاول يعرف معلومات عني. واعتقد انه الخاصيه دي موجوده في تطبيقات تانية زي لينكد ان، فهل ده مش عطل تقني وده يعني خاصيه جديده بيعملها مارك في الفيسبوك؟ هنعرف ونفهم كل حاجه من المتخصصين. معانا دلوقتي على التليفون المهندس احمد السخاوي، خبير امن المعلومات. مساء الخير على حضرتك، وماذا يحدث في الفيسبوك؟ وده عطل تقني ولا دي خاصيه جديده الناس بتسال؟ مساء النور طبعا استاذه هدير، اهلا بحضرتك كل السادة المشاهدين. الحقيقة إن شركة فيسبوك عودتنا الفترة الأخيرة عن أعطال غريبة وفيتشرز أغرب بيحصل فيها أعطال أقل ما توصف بيها إن هي كارثية. بنقول ليه كارثية؟ لأن في طبعا بعض المستخدمين، وبنقول بعض وليس كل، لأن مش كل الناس حصل ليها المشكلة دي. في ناس حصل عندهم انقطاع جزئي لبعض خدمات فيسبوك أمس من الساعة 6 أو 7 كده بتوقيت مصر. بدأت كل المشاكل تظهر، أولا عن طريق إن كان في عدم وصول للبوستس، عدم وصول للمنشورات الحديثة على فيسبوك بشكل أوتوماتيكي أو بشكل يعني في نوع من أنواع التحديث. طبعا كان في مشكلة كبيرة جدا اللي الناس كلها بتتكلم عنها، وهي مشكلة وليست فيتشر جديدة أو هي ميزة جديدة، هي مش أي حاجة من الكلام ده، هي فقط عيب وخلل في سيستم فيسبوك. ليه بنقول كده خلل؟ لأن وفقا للبوليسي بتاعت فيسبوك ممنوع إن حد يعمل مثلا طلب صداقة بدون ما يكون عارف حاجة زي كده، أو عنده علم مثلا إن الحساب بتاعه عمل آد لفريند تاني أو عمل إضافة لصديق تاني، لأن ده طبعا ضد مبادئ وضد سياسة الخصوصية اللي فيسبوك طبعا بتتكلم عنها دايما، وبتقول إن احنا عندنا أقوى تشفير موجود للرسائل، على غرار طبعا تطبيق واتساب الشهير الخاص بيهم اللي دايما بيقولوا إن احنا عندنا تشفير إند تو إند، وهو تشفيرات إن لازم الرسالة تكون مشفرة من المستخدم للمستخدم وإنه محدش تاني بيطلع عليها. مظبوط. فطبعا المشكله الكبيره اللي حصلت امبارح دي خلت ناس كتير جدا تسال، طيب هي المشكله عندنا احنا بس؟ طب معلش يا باشمهندس، هو في اي بيانات رسميه خرجت عن فيسبوك بيخص المشكله؟ لحد من ساعه انا دخلت، وتقريبا برضو لحد اللحظه دي لا يوجد اي بيانات موجوده وفقا لموقع فيسبوك او حتى شركه ميتا، الشركه الام لفيسبوك واتساب وانستغرام، اتكلمت او نبهت او اعتذرت او قالت. وده خلى في بعض الناس هناك، النقاد في سيليكون فالي هناك، قالوا والله يا جماعه طب ما يمكن دي مقصوده. صحيح، احد استخدامات الذكاء الاصطناعي في الفيسبوك، الناس متخيله انه ده الوضع. صحيح جدا. ففي ناس كتير جدا بتقول طب ما يمكن مقصوده من فيسبوك، نظرا لانهم عايزين يبقى في كلام اكتر على فيسبوك، في انقضاء مده اكبر للمستخدمين على فيسبوك، بالتبعيه طبعا بتتحول لربحيه في الاعلانات الخاصه بيهم اللي بالتاكيد بتضر مبالغ عاليه جدا 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 كارباح لفيسبوك. وطبعا ده مش كلامي، ده كلام جماعه طبعا الاقتصاديين، وده كلام كمان الارباح الخاصه بالشركه اللي قالت ان جزء كبير جدا منها في الاعلانات. طيب الناس تعمل ايه؟ ده سؤال مهم جدا. الناس تعمل ايه؟ ومتى ممكن يحصل فعلا اصلاح للمشكله دي؟ مبدئيا اعرف ان اي صديق انت ممكن، او اي حد سوري مش صديق عندنا واحنا ممكن ناكسس على بروفايله، انت هنا في مشكله، ومشكله كبيره جدا، لان انت ممكن تحرج نفسك معاه
وده يعني خلينا نكون واقعيين، في ناس احرجت كتير جدا جدا نظرا طبعا للحاجه اللي حضرتك لسه سالفه ذكرها دلوقتي، وهي موضوع مين بيراقب بروفايلك، مين بيدخل يشوف الحساب بتاعك، مين بيعمل كل ده، كلام مهم جدا. فاحنا ممكن نتحرك مع حد لو احنا ممكن نكون بندخل مثلا نطمن عليه او نشوف هو بيعمل ايه. طيب في الحاله دي هتدخل على قائمه الاصدقاء بتاعتك، وهتدخل تعمل حاجه اسمها سي اول او مشاهده الكل. هيجي لك طلبات الصداقه اللي حضرتك استلمتها، هتلاقي فيه في الجنب كده في طلبات اللي تم ارسالها. حضرتك هتاكد حتى عليها. لو اتوافق عليها يا باشمهندس هتفضل باينالي؟ لا، لو اتوافق عليها خلاص هلاقيه خلاص في الاصدقاء، في قائمه الاصدقاء. طيب في حاله ان الناس دي ما قبلتنيش لسه، هلحق بقى تدارك الازمه دي، لان طبعا موضوع محرج جدا، يعني معظم الناس محرج جدا. هندخل على الطلبات اللي تم ارسالها، واي طلب صداقه حضرتك ممكن تكون شايف انك ما بعتوش او ما يتمش ارساله على مسؤوليه حضرتك، فورا هيتمسح نظرا لمنع اي احراج ممكن يكون متواجد. موعد اعلان ان العيب ده او الخلل ده هيتصلح امتى؟ ده لم يتم اعلانه. يعني هو ما انتهاش يا باشمهندس، عشان كان في برضه كلام انه ده انتهى. لحد اللحظه انا جربت على صفحتي الشخصيه وجربت اكسس على بروفايل ناس ثانيه، بعد ما بعمل ريفرش بسيط كده للحساب اللي انا متواجد عليه بلاقي نفسي انا بقيت ضايفه وعامل له اد فريند او عامل له اضافه بالمعنى المتعارف طبعا عليه كمصريين، وانا بقيت طالبه للصداقه. طبعا طيب. ده عايز اسالك كمان يا باشمهندس، هو ده ينفع يحصل او ممكن يحصل مثلا في تطبيقات ثانيه زي انستجرام ما يتابعها برضو لنفس الشركه؟ هو يعني الامر غريب جدا ان دايما لما بيحصل اعطال بتسمع في كل التطبيقات، وده حصل قبل كده فعلا واتساب وانستجرام، ولكن المره دي هو فيسبوك فقط، وده مخلي زي ما قلت لحضرتك في كلام كتير جدا حول ان كان في يعني قصد للعطل ده تحديدا. صحيح. وهو عطل مقصود وليس عطل، يعني طبعا في ناس كتير جدا بترجع الامر خلل وعطل طب او عطل مثلا تقني او مثلا مشكله داخل فيسبوك، بس ده طبعا كان بيأثر على باقي التطبيقات. طب هو ليه تطبيق فيسبوك فقط لا غير؟ وهنا هو ده المحل شك كبير جدا اللي ناس كتير جدا بتتكلم عنه، انه مقصود ومقصود بالفعل. هل ده ممكن يكون يا باشمهندس انه مثلا اشارات لانه فيسبوك تشتري مثلا شركه زي لينكدين لانه هي عليها الخاصيه دي؟ الحقيقه هو يعني فكره ان يبقى مثلا اعتماديه مثلا، لان ده ممكن يكون قصد حاجه ثانيه، هو ده غير معلن، وبصراحه انا برضه ما اقدرش اجزم بيه، ولكن اللي انا يعني احنا شبه متاكدين منه نظرا لان فيسبوك لم يعلن حتى الان، فيسبوك متعود ان هو عنده مصارحه ومكاشفه مع عملائه ومع مستخدميه، ان بيكون في نوع من انواع الصراحه، احنا عندنا مشكله وجاي حلها، فده لم يتم لحد اللحظه. طب ليه؟ طب هنا طبعا هنا السؤال اللي انا بكلم حضرتك دايما فيه هو فكره ليه؟ فبناء عليه نخلي بالنا، اهم حاجه ناخد احتياطاتنا. خبراء امن المعلومات في العالم بيقولوا والله يا جماعه اعمل مصادقه ثنائيه، وخلي بالك من اي طلبات صداقه غريبه، خلي بالك من اي لينكات هتتبعت، كل الكلام ده طبعا كلام يعني بديهي جدا هنبقى احنا واخدين بالنا منه، ولكن النقطه الاهم في المشكله دي حاليا هي فكره انك تاخد بالك من طلبات الصداقه الغريبه اللي ممكن حضرتك هتبعتها عن يعني طبعا عن غير قصد، احنا مش هتنفع تكون عن قصد طبعا، ونخلي بالنا لان فعلا الموضوع محرج جدا جدا جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، شكرا جزيلا على وجودك معنا.